طبعا مشاهدينا، من اهم التجهيزات لصباح العيد صرفة العيد اللي تختلف من منطقة لمنطقة على حسب عاداتهم وتقاليدهم. اليوم نتعرف على صرفة اهل المنطقة الشرقية مع الزميلة بشرى العوهلي ونشوف ايش سوت لنا في هذا التقرير. تستعد العوائل في المنطقة الشرقية لاستقبال العيد، وخاصة أول أيام عيد الفطر المبارك، بإعداد أفطار صباحي يسمى سفرة العيد. نجهز فطورنا من الكبدة بالبيض، الشعرية، القهوة، الشاي، الحليب، وعقب ما نصلي نرجع تفطر نرسل تهاني ونحتفل. وما تحلى الجلسة إلا بالزيارات العائلية بين الأهل والأقارب والجيران وتقديم الهدايا وتناول المشروبات والحلويات الخاصة بالعيد. نرجع البيت بعد الصلاة نفطر، تلقى السفرة خلاص مع الطاولة محطوطة كل شيء فوقها، اللي نفسك فيه تلقاه، اللي انت مساويه موجود، من فطور من قدوع العيد كيف خلاص، لأن بيجونك الحين الناس عيالك وعيال عيالك يجون مع بعض. هلت تباشير السعد والكل فينا مستعد. بعد ما نفطر نكون مجهزين قدوع أهل الشرقية، قدوعنا اللي هو الخنفروش والسمبوسة، المكسرات، الدربيل، الكيك، الحلويات، كل من جاء من ضيوفنا وعيالنا جايب قدوعة معه ويحط قدوعة، وكل من مبدع بالقدوع اللي يجيبه معه. وتحرص أغلب الأسر على تمسكها ببعض العادات والتقاليد القديمة المتعلقة بهذه المناسبة حتى ورثوها الأجيال. للقناة السعودية بشرى العاهلي، الدمام.